السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه مقبرة سيدي عبد النور في حي الكعدة. الآن كما كتشوفوا حملة تاع ساكنة حي الكعدة بتنظيف هذه المقبرة. هذه مقبرة سيدي عبد النور. هذه المقبرة اللي تحولت إلى مزبلة لأن السلطات المحلية ولا البلدية ولا سمحوا في هذه المقبرة. هذه كما كنشوفوا الساكنة الكعدة تطوعت للتنظيف نتاع هاد المقبرة هادي بعد أن أصبحت هاد المقبرة هادي عبارة عن زبالة. وعليكم السلام. كما كنشوفوا هنا كتبين الساكنة الكعدة بأن كتعبر على واحد الوعي بأن أرادت إكرام هاد الموتى لأننا كما كنشوفوا هذا الجزء اللي مازال ما تنظف لان المقبره تحولت الى مزباله. كما كنشوفوا الساكنه كتقوم الان بالتنظيف في واحد الجو نتاع التضامن، في واحد الجو نتاع التطور، في واحد الجو نتاع مسؤوليه على هذه المقبره هذه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يحفظكم. بغيناكم تكلموا لنا شوية على هذه الحملة التطوعية نتاع ساكنة الكعدة جراء هذا التنظيف هذا العمل التطوعي. الإخوان المحسنين قايمين بالواجب ديالهم وهذا الشيء اللي كيعملوا كل شيء في سبيل الله. حنا كنساعدوهم في سبيل الله. هذه المصلحة العامة ماشي ديال شي واحد. يعني هاد المقبره ولات بحال مزباله. هادو حتى هما كانوا كيتمشاو في المسلمين في الخرفاء فيهم العلماء فيهم وانسان يرمي فيهم الزبل هنا بلا شوما. حنا كنديرو لله الله يهديك الله يهديك. اللهم امين اللهم امين. اللهم على الحرمه هادي. السلام عليكم. السلام عليكم رجال الله. كما كنشوفوا شباب ساكنة الكعدة الآن واحد العمل تطوعي. اللهم آمين الشريفة. اللهم آمين. شباب ساكنة الكعدة كيقوموا بالتطوع رغم ان هذه الخدمه نتاع البلديه، هذه الخدمه نتاع السلطات المحليه. كما كنشوفوا بان مقبره ولات مزباله. البلديه ما بغاتش البلديه هضرنا معاه سردوا لنا كاميون واحد وخدامه ما سردوش قال لك حنا نسرديو في كامل. حنا خدامين مع البلديه ولا خدامين فوق. كما كنشوفوا السؤال المطروح في راه السلطات المحليه وفي راه رئيس مجلس البلديه وفي راه الناس المعنيين. وحتى مي كيبغيو هاد الشباب هادو يشتغلوا في واحد الاطار جمعوي كيتم المنع ديالهم لان ما اي جمعيه كتدفع ما كيبغيوش يعطيو التراخيص. وحنا ما باغي لا عمل لا خدمه لا حاجه. يديروا لنا غير ملعب فيه نلعبوا ويديروا لنا جمعيه. يعني حتى هذا الحي هذا اللي كتفوق الساكنه ديالو 200,000 ما فيه حتى ملعب كره. ما فيه لا ملعب لا مقومات عمل لا شيء. يعني هاد الشباب هادو كيوجهوهم للمخدرات والانحراف. انا راه هاد الشباب كلشي كيسمي راه حنا عاد كنعاونهم دابا يحولوا هاد الشباب اللي كتشوف. شكرا شكرا سي جمال.